اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب طبعا بنجمتنا كابتن فاطمه عمر، نجمه الذهب. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا استاذ انس، وكل سنه وحضرتك طيبه. النهارده عيد الام. حضرتك طيب. كابتن، احنا كنا عملنا تقرير كده عن رحلتك وعطائك في الرياضه، خلينا نشوفه ونرجع نتكلم مع بعض. اعزائي المشاهدين، عملنا تقرير كده عشان نعرفكم مين فاطمه عمر، بس ركزوا في التقرير ونرجع لبعض تاني. هي صائدة الذهب أو أسطورة رفع الأثقال أو المرأة الحديدية، جميعها ألقاب تطلق على فاطمة عمر، أيقونة رفع الأثقال البارالمبية عالمياً وعربية. تعتبر فاطمة عمر واحدة من أشهر لاعبات رفع الأثقال، ليس على مستوى مصر فقط ولكن على مستوى العالم، فهي صاحبة 5 ميداليات بارالمبية، منها 4 ذهبيات وفضية. ولم يكن تألق البطلة المصرية في منافسات الدورات البارالمبية فقط، ولكن في رصيدها ذهب بطولات العالم وبطولات إفريقيا، وأيضا بطولة دولية متنوعة مثل بطولة فزاع، كما تم اختيارها أكثر من مرة كأفضل لاعبة رفع أثقال على مستوى العالم من قبل اللجنة البارالمبية الدولية، وأيضا حصلت على وسام الجمهورية 3 مرات. بدأت فاطمة عمر مسيرتها مع رفع الأثقال عام 1994، لتسطر بعد ذلك تاريخا طويلا من العطاء والإنجازات، واستطاعت وقتها تحقيق بطولة الجمهورية، ثم بعد ذلك انطلقت إلى العالمية لتشارك في بطولة أوروبا المفتوحة بسلوفاكيا عام 1997، وتحقق الذهب وتكسر الرقم العالمي بثقل وزنه 100 كيلوغرام. ولم تنتظر طويلا لتضيف ميدالية جديدة، وهذه المرة في بطولة العالم في دبي عام 1998، حيث حققت الميدالية الذهبية. واستمرت عمر في طريقها ليأتي الحدث الذي ينتظره جميع الرياضيين، وهي دورة الألعاب الأولمبية سيدني عام 2000، وتشارك فاطمة عمر في هذه الدورة وتحقق الميدالية الذهبية، لتبدأ تاريخا طويلا مع الميداليات البارالمبية. ومنذ مشاركتها في دورة سيدني عام 2000، لم تغب فاطمة عمر من على منصات التتويج في 5 دورات متتالية، حيث حققت الذهب في أولمبياد أثينا 2004، والذهب في أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012، واستطاعت وقتها تحطيم الرقمين البارالمبي والعالمي في وزن 56 كيلوغرام برفع ثقل 143 كيلوغرام. كما شاركت البطلة المصرية في منافسات دورة ريو دي جانيرو 2016 وحققت الميدالية الفضية، ووقتها أبدت فاطمة حزنها لأنها لم تحقق الذهب، وهو الدافع الذي جعل لديها الإصرار للاستمرار والمشاركة في منافسات الدورة الأولمبية القادمة بطوكيو لتحقيق الذهب. اختيرت فاطمة عمر كأفضل لاعبة في العالم أكثر من مرة، كما تصدرت التصنيف العالمي لوزن 61 كيلوغرام لسنوات طويلة حتى عام 2016، وحالياً تحتل المركز الثاني. وتستعد البطلة المصرية حاليا للمشاركة في منافسات الدورة البارالمبية بطوكيو الصيف المقبل بطموح خاص، وهو العودة إلى الذهب بعد فضية ريو دي جانيرو، لتثبت فاطمة عمر أنها أيقونة مصرية على مر العصور. فاطمة يعني مشوار يعني تفتخر بيه البلد كلها مش انت بس. ربنا يخليك يا كابتن. يعني عايز اقول لك انه يعني لما العالم كله بيكون بيتكلم عنك كده ويكون حاطك في المكانه دي، فانت بتمثلي المراه المصريه بجد عن حق. الحمد لله. طيب خليني اقول، يمكن وانت بتتفرجي قلت ان رئيس الاتحاد الدولي ليه فضل كبير عليكي. هو للأسف هو مش ليه فضل، هو كان السبب ان هو ضيع عليا الميدالية الذهبية فعلا في ريو. يعني هو ضيع عليك الميدالية. ان هو خالف كل القوانين. احكي لنا الكواليس. طب احكي لنا ايه اللي حصل. هو المفروض احنا كلاعيبة رفع اثقال كل واحد فينا ليه 3 محاولات،
فانا طبعا معايا منافسه قويه جدا اللي هي المنافسه النيجيريه، ويمكن دايما بيبقى الحسم بيني وبينها في الاخر يعني. هي بقى لها 16 سنه ما بتعرفش تكسبني. هو مستواها قريب من مستوايا، بس انا الحمد لله عندي الخبره اللي تخليني اكسبها يعني. فجي عملنا كل المحاولات بتاعتنا وخلاص، فاضل على المحاوله الفيصل بيني وبينها، فالمفروض ان هي هتخش 142 وخلاص، هي خلصت كل التغييرات بتاعتها وانا عندي تغيير، فحطيت 143 عشان اكسبها، لان انا كان وزن جسمي اعلى منها بجرامات يعني. ولازم تيجي بوزن اعلى. فبعد ما حطيت التغيير، وبالفعل لجنه الجوري قبلت التغيير واتحط على الستارت ليست، وندهوا عليها عشان تخشوا وعلقوا البار 142 ليها. راحوا مرجعين كل حاجه تاني زي ما كانت، وحطوا لي التغيير اللي قبل ال 143 اللي هو ال 140، التغيير الاولاني. وخدوني انا وطلعوني على الستيج وعشان العب انا المحاوله، وضيع عليا بالفعل يعني. انا لما جينا اعترضنا بعد كده قال ان المدرب بتاعي يعني اتاخر ثواني عن تمليه المحاوله. طبعا ده كلام مش صحيح. وطبعا ده كلام مش صحيح، ان هو حتى لو حصل كده وحكم الجوري خدها، المفروض ان هو ما ينفذش يعني، ما يعاقبش الحكم داخل المباراه. المفروض بيبقى في لجنه جوري بقى بعد كده بره، وحكام يعني يقول له ان هو غلط، لكن ما بيبقاش في الماتش نفسه يعني. مش في اللاعب، ما يبقاش هو اللي بيدفع الثمن، هو اللاعب. انما للاسف هو ده اتعمل. تمام. عشان ويا مصر الحمد لله يعني قدمنا فيه شكوى بعد المباراه، والحمد لله هو كان يعني المباراه الثانيه هو اتشال بالفعل. سبحان الله. بس بصي يعني ده يمكن هيبقى دافع ليكي قوي عشان ريو دي طوكيو طبعا اللي جايه ان شاء الله. وكنا قبل الحلقه بتقولي لي انا جيت النهارده يعني باعجوبه. لا قولي لي بقى الكواليس، قولي للساده المشاهدين. انا الحمد لله في المعسكر مغلق عشان بنستعد ان شاء الله لبطوله جورجيا، دي اخر بطوله مؤهله للاولمبياد. وكان عندي تجارب شهرية بعد بكرة، فالمفروض ان انا اقعد ارتاح يعني عشان اعمل حاجة كويسة. فزوجي قال لي لا بصي انا ما تلعبيش التجارب، بس تروحي الحلقة في نادي الاهلي. هو بصراحة من عشاق النادي الاهلي يعني. طبعا انا جيت عشان اروح البيت. بنشكره طبعا ونوجه له التحية. بس انت قلت لي انه بيلعب رفع اثقال. هو كان لاعب رفع اثقال قبل مني كمان، واحنا اتعرفنا على بعض من المجال. بس هو طبعا بعد الجواز فضل شغله على الرياضه وتفرغ لي انا بقى يعني. هو قال لي الحمد لله انت وصلتي للعالميه وفصلتي المكانه، ان ما ينفعش اقول لك اقعدي في البيت، فانا وراكي وهبقى سبورت لنجاحك طول ما انت عايزه تكملي يعني. يعني وراء كل امراه عظيمه رجل عظيم. رجل عظيم يعني، ده حقيقه برضه. ده حقيقه يعني، العكس صحيح. الحمد لله كسبنا كرجاله كمان. طيب قولي لي يعني، انت برضه اكيد انت يعني كأم طبعا، خلينا النهارده عيد الام واحنا بنقول كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيب. وكل امهات مصر طيبين. انت ام لطفلتين، واكيد ده يعني باللي انت وصلتي له ما عطلكيش يعني، احنا لينا نتائج. قولي لي بقيتي ام من امتى واتجوزتي امتى، وكلمينا عن رحله عطائك. انا اتجوزت بعد بطوله العالم في 2002، كانت في ماليزيا بعد اولمبياد سيدني على طول. ما شاء الله، ده انت متجوزها من كمان من فتره. اتجوزت والحمد لله انجبت بنت شهد الكبيره في 2003، والحمد لله انا صممت في شهد ان هي ما تترباش بعيد عني، وكان رئيس الاتحاد في الوقت ده دكتور نبيه سالم، وطلبت منه طلب شخصي ان هي تبقى معايا في المعسكر لو انتوا حابين ان انا اكمل يعني. فكان صعب جدا ان هي تبقى معايا في المعسكر عشان هي بيبي وده معسكر لعيبه وكده. فيعني هو طبعا وافق عشان يرضيني يعني طبعًا. فهي كانت اول بيبي تخش القريه الاولمبيه فعلا. خدت كنت بتروحي التمرين ومعاكي بيبي وانا معسكره بيها يعني، قاعده معايا في المعسكر. الله. دخلت 6 شهور خرجت من المعسكر عندها 6 سنين على المدرسه. معسكرات في معسكرات في سفريات، بس كانت معاكي. طب لما كنت بتسافري برا مصر؟ كنت بسيبها بقى مع اختي، مع بنت اختي كده، مع عمتها يعني. طب ده مع شاهد، مع ليلى عملت ايه؟ ليلى كان نفس الوضع. كان نفس الوضع برضه. نفس الوضع. طب انت كنت بتبقى معاكي ليلى لغايه سن معين، وشاهد كنت بتسيبيها كبرت بقى بتهيألي شاهد. كانت كبرت. الفرق بين شاهد وليلى قد ايه؟ 8 سنين. 8 سنين. بقى فتره بتهيألي كافيه، كانت شاهد كبرت وبقت تمشي ومسؤوله عن نفسها شويه. شاهد طول عمري انا مشايلها المسؤوليه معايا. طبعا البنت الكبيره بتبقى طبعا. بس خلينا اقول يعني اكيد انت قابلتك في حياتك في الرياضيه ومسيرتك اشاده عالميه يعني. اكيد كنت بتروح اي مكان بيبقى في اختاروكي طبعا احسن
يعني لاعبه رفع اثقال بارالمبيه على مستوى العالم اكتر من مره، وكمان وسام الجمهوريه 3 مرات واخداهم. يعني كلميني عن تقدير اللي حواليك او المجتمعات ليك. والله الحمد لله انا حصلت على اعلى التكريمات واعلى الاوسمه، ودي يعني بالنسبه لي دي حاجه تشبع رغبتي ان انا الحمد لله مسيرتي الرياضيه يعني كنت ماشيه فيها على خطى سليمه الحمد لله. طبعا انا كل ما باخد وسام او كل ما بتكرم تكريم ده بيرفع من معنوياتي اكتر واكتر، يعني لحد الحمد لله لما خدت احسن لعيبه في العالم ما شاء الله، ودي خدتها اكتر من مره، طبعا مفيش اعلى من كده يعني. صحيح. طب انا عايز منك بس تقولي الو كده، قولي الو. الو. لا الو جامد صوت عالي. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللي جابني هنا كابتن فاطمه بتقول اللي سبب ان انا اجي هنا كابتن عبد النبي طبعا زوج كابتن فاطمه عمر، اهلا بيك. ربنا يبارك لك يا استاذ، ربنا يخليك. اسمح لي طبعا اقول لك يا كابتن، لانه طبعا كابتن فاطمه قالت لنا ان حضرتك كنت لاعب رفع اثقال معتزل، فاسمح لنا نقول لك يا كابتن ونشكرك. هو رجع تاني. ورجع تاني. بس سايبني في حالي. طيب برضه رجع تاني وبنشكرك طبعا ان انت اتحت لنا الفرصه ان احنا نستضيف طبعا كابتن فاطمه النهارده معانا، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا يعني. ربنا يبارك فيك وشكرا لحضرتك. كلمني بقى عن رحلتك ودعمك لفاطمه، وازاي وقفت في ظهرها سنين طويله، يمكن من 2001 انتوا او 2002 تم الزواج، حتى الان ما شاء الله كل الالقاب اللي خدتها وهي متزوجاك. كلمنا عن دعمك ليها يا فندم. هو يعني الحمد لله انا كنت اتجوزت فاطمه وهي اصلا بطله، ويعني خدتها بطله والحمد لله استمرينا مع بعض لغايه ما كملت، والحمد لله بطله للنهايه ان شاء الله. ان شاء الله. طب قول لي يعني كلمني عن التفاصيل شويه، يعني لما بيكون عندها معسكر والبنات موجودين في البيت انت بتعمل ايه؟ بتتابعهم ازاي؟ مذاكرتهم؟ لان دور الام مهم طبعا في البيت. كلمني عن التفاصيل دي. هو التفاصيل دي بكل سلاسة، يعني ان فاطمة حتى لو في المعسكر بتتابع الاولاد في البيت، بتتابع المذاكرة بتاعتهم عن طريق التليفون، وطبعا لما بتخرج من المعسكر اذا كان اربع ولا خميس ولا جمعة طبعا بتبقى قاعدة معاهم وبتراجع معاهم الدروس وكل حاجة. طب قول لي يعني لما بتبقى هي مش قادرة تيجي من المعسكر ممكن تاخد البنات وتروح لها ولا ما بيحصلش؟ لا طبعا بيحصل، بنروح نقعد معاها ونقضي اليوم وناكل ونشرب مع بعض ونقعد مع بعض، وبيبقى يوم لذيذ يعني الصراحه، ده لما اكون معسكر مغلق خالص. طب قول لي برضو انت اكيد في مسيره فاطمه يعني اكيد في لحظات انت فخور بيها او انت ما تنساهاش، ايه اللحظات دي يا استاذ عبد النبي؟ والله لحظات لما بترفع علم مصر في وسط الدول الاوروبيه وفي وسط جميع العالم، ده بيبقى فخر ليا وفخر لجميع المسلمين والمصريين طبعا. طب فاطمه قالت لنا ان انت اهلاوي جامد. انا الحمد لله طبعا الاسره كلها عامه اهلاويه من الدرجه الاولى. ايوه كده. طيب وعرفت برضو ان النهارده كان يعني كان بالامر لازم ان شاء الله تكون في قناه النادي الاهلي. لا هو طبعا مش بالامر قوي، طبعا هي طبعا اهلاويه برضو زيي، وطبعا لما جه البرنامج بتاع حضرتك فرحنا جدا 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 بحاجه زي كده، لان دي حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه لنا، ان تسمح لي ان اقول لك ده لقاء السحاب ما بين قناه الاهلي بطل القرن في كره القدم والقائد كابتن فاطمه عمر اسطوره القرن في رفع الاثقال مع وقيم. والله احنا لينا الشرف، يعني عايز اقول لك والله فاطمه على راسنا من فوق لينا الشرف، يعني بجد انها مشرفانا. وعلى فكره احنا كنا بنخطط لهذا اللقاء من فتره طويله، يمكن من ثالث او رابع حلقه، واحنا نفسنا كابتن فاطمه تكون معانا. طب كابتن عبد النبي ما تخلي شاهد وليلى يقولوا لمامتهم كل سنه طيبه على شاشه قناه الاهلي، هم جنبك انا عارف. معاك شاهد اهيت مع حضرتك. شاهد ازيك؟ زي حضرتك تمام. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ماما سامعاك يا وليلى كل سنه وهي طيبه. طبعا احلى ام في الدنيا واطيب ام، وتعبت عشاننا كتير جامد، عشان كده ربنا رزقها بحته عسليه كده في 2003. حبيبتي يا سوسو. طب وقولي لي يعني انت بتبقي فرحانه بماما لما تاخد بطولات يا شاهد؟ طبعا طبعا، يعني كل الناس تدخل تقول لي يعني احنا مش مصدقين ان احنا بنقعد معاها وبنكلمها وهي عظيمه كده يعني. ماما مسك الاعلى يا شاهد ولا لا؟ اكيد. طيب ولما ماما بتغيب بتقومي بدورها وبتخلي بالك من ليلى وكده، يعني خلي بالك برضو انت في يوم من الايام هتبقي ام، فانت اكيد معاك يا شاهد انت بتخلي بالك من اختك وماما في المعسكرات؟
طيب قولي لي انت في ثانويه عامه صح؟ بس بحاول يعني. بتحاولي؟ طيب يعني بتقول لك اظن المحاوله مع الام هي كده. والله انا بشكرها شاهد على الهوا بجد، اي مبدوري في البيت، ويعني انا مش حاسه بقلق وانا قاعده في المعسكر وهي في البيت مع اختها وباباها، فان شاء الله ربنا يكرمها السنه دي وتخش الكليه اللي هي نفسها فيها يا رب. سامع شاهد الدعوه دي على الهوا كده برضو، ماما ما نسيتش تدعي لي. هتغرق. طب شاهد خلي ليلى تكلمنا كمان عشان نسمع صوتها وتقول لماما كل سنه وهي طيبه. مساء الخير. مساء الخير يا ليلى، ازيك؟ الحمد لله. كم سنه يا ليلى؟ 10. 10. طيب ماما معاك، قولي لها كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد الام. يلا. انا ماما قلت طبعا لماما يعني الكلمه دي شكفيها عشان ماما طبعا بطله كبيره، بس كل سنه وانت طيبه، وانا فرحانه قوي ان يعني ماما انا متشرفه، لان انا في المدرسه اصحابي بيقعدوا يقولوا لي احنا بنتمنى نكون مكانك، يعني في كل يوم انت بتغشي، فبجد انا حابه ماما، حابه بطولتها، واتمنى ان هي تاخد البطوله الذهب، قصدي الميداليه الذهب في البطوله الجايه ان شاء الله. طب حبيبتي يا لولو. ماما عايزه تقول لك حاجه يا ليلى، قولي يا حبيبتي يا لولو. انت قلبي والله، يعني ليلى دايما على طول كده محسساني بالفخر. لا هي جميله وعايزه اقول يعني وليلى، طب قولي لي انت لما تكبري نفسك تكوني ايه؟ انا يعني نفسي اكون زي ماما، هي اللي ماما عايزاه انا لازم اكون عليه يا حبيبتي. اللي ماما عايزاه واللي ماما عايزاه خلاص، يبقى اكيد ماما بتدعي لك. طب بتدعي لهم بايه يا فاطمه؟ والله انا بدعي لهم يعني ربنا يكون حظهم احلى من حظي كمان ان شاء الله، وان شاء الله يوصلوا لاعلى المناصب. انا حابه ان انا ربنا يكرمني فيهم واشوفهم حاجه كبيره جدا، لان انا بجد انا تعبت معاهم كتير أكيد. فنفسي ربنا يكل تعبي واشوفهم احسن حاجه في الدنيا يعني. اكيد. ليلى انا بشكرك يا ليلى، وان شاء الله يعني دايما كده يعني مفرحه بابا وماما، وان شاء الله نشوفك بطله كبيره انت وشاهد. بشكرك يا ليلى. طيب احنا يعني نطلع لفاصل سريع، يمكن شويه دراما كده وشايفين يعني كابتن فاطمه شويه، نطلع خلينا نطلع فاصل وارجع لحضراتكم تاني. اهلا بحضراتكم من جديد. فاطمه ده فيديو عمله الاتحاد الدولي عنك، ويعني طبعا كتب عنك انجازاتك تحت. شفت الفيديو ده قبل كده صح؟ بتبقى سعيده لما تلاقي حاجات زي كده؟ طبعا سعادتي طبعا لا توصف لما العالم الخارجي يتكلم عن لعيبه مصريه عربيه. انا ببقى فخوره جدا ان انا عملت لبلدي حاجه، فخوره ان انا شاركت في جزء بسيط من رفع علم بلدي بره. طبعا ده بتبقى سعاده لا توصف للاعب. النهارده كمان كلنا تابعنا كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المرأة المصرية ودورها. الحقيقة ده يعني أكيد دافع ليكم، وأكيد هيبقى في مزيد من العطاء عشان حتى نرفع اسم الدولة المصرية إن شاء الله بإذن أكيد. الله. طب خلينا نروح لحضرتك في حتة مهمة، يمكن أنا عارف إنها بتشغل بال العديد من لاعبي رفع الأثقال أو الألعاب الفردية المكلفة، وهي الرعى. هل أنت ليكي راعي؟ للأسف لا. فعلا؟ فعلا. يعني بعد كل العطاء ده والميداليات ده مفيش راعي؟ لا. طيب الاتحاد هو اللي بيصرف عليك صح؟ اتحاد اللعبه، بس هي مكلفه الاتحاد برضو، موارد مكلفه جدا. لعبه رفع اثقال مكلفه جدا، من اكتر الالعاب مكلفه ماديا. يعني كل الميداليات دي ما شاء الله يعني بدون راعي، يعني مجهود منك ومجهود من الاتحاد طبعا يشكر عليه، وزاره الشباب طبعا يعني برضو. وزير الشباب طبعا دعم الدوله المصريه، ولكن طبعا وجود راعي بيبقى حاجه بيبقى ليها يعني حاجه خاصه بيبقى فيها بس احنا ده اكيد بنضم صوتنا لصوتك وبنناشد اكيد طبعا شركات مصر الوطنيه الكبيره، اكيد ممكن بعد حلقتنا دي ان شاء الله يكون في راعي ليكي، لان انت تستحقي كتير. ربنا يخليك. يعني يعني بطله زيك بترفع اسم مصر في المحافل الدوليه لدرجه ان العالم كله، خليني اقول لك انه انت تعلمي جيدا واكيد شفتي ان دول اوروبا بتدي للالعاب البارالمبيه دعم قوي اكتر من الاصحاء كمان. ده احنا حاجات دي شفناها احنا بعينينا، يعني هم بره بيهتموا بذوي الاحتياجات الخاصه اكتر بكتير من الاصحاء، ان هم عندهم يعني عندهم قناعه ان اللاعب البارالمبي بيتعب اكتر من اللاعب الاولمبي. طبعا فاكيد بيكرموه احسن تكريم منك، وطبعا اكيد بيبقى انت بتشوفي ده في البطولات الاولمبيه بالذات. انا الحمد لله اللاعبه الوحيده في افريقيا وفي العرب ويمكن تقريبا في العالم اول مره تحصل، اللي جيلها دعوة من دولة زي اليابان ان انا اروح ادي محاضرة للفريق الياباني الاول، محاضرة في النجاح، ازاي تحافظ على نجاحك، ازاي انا حافظت على نجاحي في فترة 25 سنة. فدي برضو كانت حاجة بالنسبة لي جميلة جدا. يعني اليابان اللي هي بنقول عليها كوكب اليابان بالظبط،
انا بجد ما صدقتش ان هم لما بعتوا لي الدعوه ان انا اروح اقدم محاضره ازاي انا فضلت ناجحه 25 سنه من غير ما اخفق ولا مره. انا ما روحت هناك لقيت لنفسي عندهم ميديا ليا انا عمري ما شفتها. الله ده حقيقه. انا عايز اقول لك انا سعيد جدا. ربنا يخليك. وانت نموذج فعلا للمراه المصريه الناجحه. وخليني اقول لك كمان ان اكيد انت يعني داخله على بطوله طوكيو، وكنت شايفك اول ما جبت سيرتها في الفاصل قلت يا رب. يا رب ايه؟ انا من بعد ريو يعني برضو في يعني حصل عندي برضو حاجه نفسيه ان انا كنت رايحه مؤهله هجيب الميداليه الخمسه الذهب وده هيبقى ريكورد مش هيتحقق ابدا. فهو طبعا كل شيء ربنا بيبقى كاتبه يعني أكيد الحمد لله. بس من بعدها يعني بحاول اهل نفسي بقى تاني، لا انت بطله وانت اقوى وانت الميداليه لسه في ايدك وكده. فان شاء الله بحاول، انا عاوزه ارضي نفسي الاول قبل ما ارضي اي حد. وخلينا اقول لك برضو انه يعني اكيد ده جينت انت الفتره اللي فاتت ما ريحتيش اكيد. لا. ده تمرين مستمر. طب لما طوكيو اتاجلت بقت السنه الجايه، ده فرق معاك في اعدادك؟ هو فرق معايا لان انا كنت عندي اصابه والمفروض ان انا كنت هطلع طوكيو بنافس على الميداليه الفضيه برضو. فطبعا الوقت بقى قدامي اكتر ان انا ان شاء الله استعفى من الاصابه بتاعتي ونفس على الذهب بدل الفضه باذن الله. واحنا هنتابعك وندعي لك من قلوبنا، انت بتدعي لاولادك وبس مصر كلها تدعي لك. اعزائي المشاهدين يعني احنا عاملين تقرير طبعا البرنامج الابطال، بطلات السله والطايره عملوا كده فيديوهات قصيره بيهنوا طبعا امهاتهم ويقولوا لهم كل سنه وانتم طيبين. خلينا نشوف التقرير ده او نشوف الفيديو ده وارجع لحضراتكم تاني. كل سنه وانت طيبه يا ماما، كل عيد ام وكل امهات بخير، وكل عيد ام وامي بخير يا رب. كل سنه وامي طيبه ويا رب يخليها ليا كده يا رب، وكل سنه وكل ام طيبه ويا رب يخليها لنا لان هي اهم حاجه في الدنيا. كل سنه وكل امهات مصر طيبين، ربنا يبارك لنا فيهم ويطول في عمرهم ويفضلوا راضين عننا على طول. كل عيد ام وكل ام مصريه طيبه. كل سنه وكل الامهات بخير، وكل سنه وانت طيبه يا ماما. احب اقول في عيد الام كل سنه مامتي طيبه وكل الامهات بخير وطيبين. كل سنه وامهات مصر والنادي الاهلي طيبين وبخير، وكل سنه وانت طيبه يا ماما وعيد سعيد عليكم. كل سنه وكل ام طيبه، كل سنه وكل ام بخير، كل سنه وحضرتك طيبه يا ماما وربنا يخليكي لينا. كل سنه وكل الامهات بخير وسعاده يا رب ويحققوا كل اللي نفسهم فيه، وكل سنه وامي بخير ودايما معايا ان شاء الله. يعني يمكن بتبقى لطيفه جدا، بتبقى حاجه حلوه كده انه طبعا الرياضيين يجي يوم يتذكروا الام. طبعا الام ما تتنسيش ابدا، ولكن بيجي يوم كده اكيد في السنه نحتفل بيها كلنا، وده كان حاجه عملوها خصيصا لبرنامج الابطال. بتسمح لي انا كمان ان انا اقول لوالدتي كل سنه وانت طيبه ويا رب دايما في حياتي ويا رب دايما كده بدعواتك بنجح وبوصل لاعلى حاجه في الدنيا. خلينا اقول اللي انت فيه ده اكيد والدتك ليها اكيد فيه طبعا كتير. اكيد. طب هي يعني برضو خلينا اتكلم، ده انت فتحتي حته كويسه جدا، يعني خلينا اتكلم في طفولتك. والدتك عملت معاكي ايه خاصه انه كان اكيد في معوقات بتقابلك؟ اكيد ماما بجد يعني ماما كرست حياتها ليا من بعد ما الحمد لله يعني ربنا امن عليا. على فكره يعني انا دايما بقول ربنا امن عليا بالاعاقه والله. ان لولاها انا ما كنتش في المكان اللي انا فيها دلوقتي. طبعا من بعد ما ربنا امن عليا بيها هي تعبت معايا جدا جدا وما كانتش بتيأس ابدا. يعني اي حد يقول لها في دكتور كويس هنا تروح توديني والله. هنا في مستشفى كويسه تروح توديني. سابت كل حياتها، اهملت اخواتي، اهملت بيتها، كل ده عشان تشوفني في لحظه واقفه على رجلي. فطبعا ده انا مهما شكرتها مش عارفه اشكرها يعني. واحنا بنشكرها معاكي لان ام سلمت ام عظيمه زيك، وهم هي عظيمه سلمتك، وانت بتسلمي بناتك هيبقوا في يوم من الايام امهات عظيمات كمان. بس الحقيقه كان يعني اي واحد بيقابله صعوبات، ووالدتك وقفت جنبك، واكيد هي سعيده باللي انت وصلتي له دلوقتي. الحمد لله لغايه دلوقتي وبتكلميها وبتروحي لها باستمرار. طبعا انا يوم الجمعه ده لو عندي ايه انا ما ينفعش اروح في اي حته يوم الجمعه لان اليوم بتاعها. يعني هتتفرج علينا هي النهارده ان شاء الله وهتبقى سعيده اكيد. طبعا. طيب خلينا نتكلم عن بطوله جورجيا اللي جايه. خلينا نتكلم حته بقى مهنيه شويه. بطوله جورجيا دي مهمه ليكي ليه؟ مهمه ليا ان انا احسن الرانك بتاعي
ومهمه ليا لان هي اخر محطات التاهيل لاولمبياد طوكيو، من غيرها ما ينفعش اطلع طوكيو. ومهمه ليا برضو ان احنا بقالنا كتير ما احتكيناكش، ف عايزه تشوفي ده وصلنا فين. وصلنا فين. طب ايه رايك، احنا معانا طبعا الدكتوره حياه خطاب رئيس اللجنه البرلمانيه، أمي الثانيه، وطبعا بنقول لحضرتك اهلا وسهلا يا دكتوره. اهلا بيك. اهلا اهلا مش انت طيبه يا دكتور؟ وانتي طيبه يا فاطمه حبيبتي، دايما بصحه يا رب. طبعا شرف كبير ان يكون على راس طبعا اللجنه طبعا ام مصريه ورياضيه مصريه زي حضرتك، وبنوجه لك التحيه من قناه النادي الاهلي يا دكتوره. الف شكر، الف الف شكر. وقناه الاهلي دايما على فكره سباقه باخبار الابطال باخبار. ودكتوره يمكن فاطمه معانا، فاطمه نموذج للام المصريه، اللاعيبه المصريه المجتهده الدؤوبه اللي هي زي ما بيقولوا ميد ان ايجيبت. تحب تقول لها يا دكتوره؟ احب اقول لها ان هي بطله عظيمه وانا بفتخر فيها في كل حته، ومشرفانا، وام عظيمه، وان شاء الله ان شاء الله ذهبيه في طوكيو يا فاطمه. ان شاء الله ان شاء الله يا دكتور، ربنا يسمع منك. دكتوره بتقدري، انت بتعرفي تتحدي المستحيل حبيبتي. ان شاء الله بدعواتك يا دكتور. ان شاء الله. واحنا بننتهز الفرصه دي يا دكتوره ونقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيبه طبعا بمناسبه عيد الام. وربنا يديك. الام المصريه طيبه، وكل بنات الابطال البنات طيبين، والامهات طيبين، وربنا يديهم كلهم الصحه والعافيه يا رب. طب دكتوره كلمينا عن الاستعدادات طبعا لدوره طوكيو القادمه، اخبار الدنيا ايه؟ الدعم بتاع طبعا وزاره الشباب والرياضه، تخطيطاتكم ايه؟ طبعا احنا الدعم بتاعنا، احنا طبعا الحمد لله ان احنا جائحه الكورونا ما خلتناش غير ان احنا وقفنا بس يعني يا دوب شهر مستأنفة. الابطال بتوعي في معسكرات، احنا عندنا بطولات محليه شغاله، وكمان بنستعد ان شاء الله للمحطات المهمه اللي هي بتاهلنا لطوكيو 2021. يعني ان شاء الله هيكون عندنا بطوله السباحه جايه في البرتغال وفي شيفيلد، عندنا بطولة رفع أثقال إن شاء الله في جورجيا، عندنا بطولة ألعاب قوى لسه راجعين. يعني الحمد لله إحنا أبطالنا مستعدين. إن شاء الله البعثة بتاعتنا هيكون فيها تقريبا 53 بطل وبطلة معانا إن شاء الله. ريشة طايرة بنت متأهلة معانا، بارا تايكوند إن شاء الله متأهلين معانا، التنس طاولة، السباحة، ورفع الأثقال، وألعاب القوى. طب دكتوره يمكن احنا في البطوله الاخيره ريو دي جانيرو حققنا كام ميداليه متنوعه؟ يعني 12 ميداليه. كام يا دكتوره؟ 12 ميداليه. حضرتك اكيد مخططه هل هنحقق نفس العدد ولا؟ ان شاء الله. واكيد ان شاء الله دكتوره نستاذن حضرتك على الهواء طبعا، حضرتك تشرفينا اكيد في يوم طبعاً. نعمل حلقه ونتكلم طبعا عن استعدادات حضرتك واستعدادات الدوله المصريه للبطوله البارالمبيه القادمه. دكتوره حياه خطاب، انا بوجه طبعا الشكر للدكتور اشرف صبحي على الدعم المادي والمعنوي، يعني هو بيدعم الابطال بتوعنا الحقيقه جامد جدا، وبيروح يزورهم في المعسكرات، بنعمل له تجميعات كل الابطال، بيقعد معاهم مع المنتخبات، بيقعد طبعا يشجعهم. وطبعا انا بشكره جدا من خلال البرنامج الجميل بتاعه. دكتوره حياه خطاب طبعا رئيس اللجنه البارالمبيه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا ومزيد من التوفيق ان شاء الله. فاطمة يمكن الوقت مر سريعا، وبس أنا يعني عايزك كده في دقيقة تقول رسالة لكل أم. يعني أنت رحت قلتي محاضرة في اليابان، فطبعا من باب أولى يعني إحنا أولى بيكي من اليابان. رسالة لكل أم بتقابلها صعوبات ظروف الحياة، تقول لها إيه؟ طبعا أنا عايزة أقول لها يعني أي صعوبات تقابلك في حياتك اتفرجي علينا، يعني مش عليا انا لوحدي، مش على فاطمه عمر لوحدها، لا اتفرجي علينا، شوفي احنا زيك، احنا عندنا بيوت وعندنا اولاد وعندنا حياه اسريه، ومع ذلك برضو بننجح وبننجز والحمد لله، بنشرف بلدنا في كل حته. فانت لما هتتفرجي عليا هتحسي ان انت بتعمليش حاجه فعلا، انت هتلاقي نفسك يعني حاجه بسيطه جدا من التعب اللي احنا بنشوفه يعني. وبرضو عايزه اوجه رساله لكل ام عندها ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، أرجوك أرجوك ما تدفنهوش في البيت، يعني خليه يطلع
تسيبيه عامليه على انه هو انسان سوي، ما تعاملهوش على هو انسان عنده حاجه خاصه، عشان انت بتضعفي شخصيته. بالعكس، لما هتعامليه على انه هو انسان سوي هيطلع قوي الشخصيه، هيطلع ينفع نفسه وينفع بلده. فارجوكي ما تدفنيهوش في البيت. انا مش عارف اقول لك يا فاطمه بجد، انا ما عنديش كلام اقدر اقوله. انا واقف قدامك كلمات تعجز قدام كلامك بجد والله. يعني ما فيش كلمات اقدر اقولها غير انه ادعي لك، لانه الكلام يعجز ويقف عاجز امام ارادتك وقوتك، وان انت فعلا نموذج للسيده المصريه. الحمد لله، بشكرك شكرا جزيلا. انا عايزه يعني اشكر معالي الوزير اشرف صبحي، يعني بجد بجد من اعظم الوزراء اللي مسكت وزاره الشباب والرياضه، يعني ربنا يجزيه عني خير بشان، يعني بجد حاجه جميله يعني. واحنا اكيد بنشكره مع حضرتك، لانه الدكتور اشرف صبحي يمكن من الوزراء القليلين المتخصصين في الرياضه، اللي هو اصلا يعني رياضه، ففاهم كويس قوي الالعاب دي وعارف ايه مشاكلها. بشكرك كابتن فاطمه عمر، نورتيني وشرفتيني. انا اللي بشكر حضرتك اللي كنت معاك النهارده بجد، وكل سنه وحضرتك طيبه وكل ام طيبه. حضرتك طيب. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع العظيمه الذهبيه فاطمه عمر. هنطلع لفاصل عشان نستقبل كابتن غاده حسام، احد النماذج الرياضيه الناجحه كلاعبه وكأم، ولكن بعد الفاصل.